وصل صوتك. هلا باج على مزيكا فم، شكرا على استماعكم وقايد كأنك حاضر. جلسة انتهت منذ حين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. معنا في كأنك حاضر سيد حمادي جبالي رئيس الحكومة. سيد حمادي جبالي أهلا وسهلا. أورفوار لكم صباح أخي بكر. سيد حمادي جبالي، هل توصلتم لاتفاق حول إلغاء إضراب 13 ديسمبر؟ أولا أخي بكر خلحطوا لبوان سوليزاف كما يقول الفرنسيس. أولا نحن حكومة شرعية شعبية إيزومتريكية، وحتى كذلك مش بيك أكثر، نحن حكومة برمطرية يعني. إذن اتحاد شغل متفاهمين يعني، ما عندناش إشكال معهم بالعكس. نعم. نظامية يعني فماش إشكال بالعكس. وكما قال الأخ حسين عباسي كنار، شكون يجم يلوي الاتحاد ذراعه؟ استحيل. لذلك نحن إخوان، وأنا اليوم قلت لهم تلم ربي يهديكم. سيد رئيس الحكومة، لماذا لم تكن حاضرا في الاجتماع اليوم بين اتحاد شغل ورئاسة الحكومة أو الحكومة؟ هي الحكاية ذي ياسي كومبليكي يعني، سلش منها والله. الاجتماع ذا كان بين اتحاد الشغل والنهضة، يعني ايش مدخلني يعني؟ ما عندي لاش يكون حاضر، ايش مدخلني؟ أخي اللي عمل العملة والعمل المشكلة يفضها وحده، علاش؟ كعملت أنا مشكلة على حكاية الوالي، جاءوا معايا هم دخلوا معايا، كل اللي عنده أي إشكال لازم يفوض وحده. هذاك علشان كلمت شيخ قلت له كيفاش كومون فار، قلت له كسكيا سون فار افيك توا سي ان بروبليم موا سي سي كومون دير اون انغلي لو بروبليم اي تري غراف موا جو بورلي افيك لو شيخ سي بورلي سون تليفون موا جو با سي دي بروبليم. وكيما ريتو يعني اليوم يعني حضر الاخ لطفي زيتون وعطيتي في المخكي باش يفضوا مشاكل الاتحاد والنهضه، اش مدخلني انا رينوفوار ذاك النهضه الف الحكومه اكثر من هذا. طيب سيد حمادي جبالي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وبارك الله فيك. بيفنو تري بوكو مرحبا. طيب في النهايه قبل ما نختموا سي حمادي، علاش اجلت الحوار على قناه حنبا اللي كان برمج اليوم؟ خويا بكر هذا السؤال والله سؤال يعني، ذكرتني مره اخرى بمروكو بكعبول بنمر مقنع. خويا بكر كيفاش تحب نمشي حنبا وانا ما عادش عندي كساوي؟ قلت لك من قبل هذاك علاش خيرت اني نجي للروديفون سبرصاخ بكر بارك الله فيك. شكرا سي حمادي بارك الله فيك. ابيك لوك ميتير. أي تشابه في الشخصيات أو الأحداث هو من محض الصدفة.